معانا ايضا، خلينا نروح بقى لنفس القضيه، قضيه راشفورد، ونشوف طالب الشرقيه المتهم في القضيه دي باهانه راشفورد، ونشوف ايه اللي حصل بالظبط. معانا محامي طالب الشرقيه الاستاذ سيد سلامه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. استاذ سيد، قول لنا ايه الموقف، يعني هل فعلا طالب الشرقيه فعلا تطاول عليه وعلى صفحته زي ما راشفورد يعني ذكر، وزي ما راشفورد اقام هذه الدعوه من خلال حتى المحامين المصريين؟ اولا تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين، لكن انا طبعا سمعت المقدمه اللي حضرتك قلتها كلها، لكن انا مع حضرتك في اللي قلتيه تماما، لكن انا عندي اعتراض على جزئيه انه في طالب تطور. تمام. شوفي حضرتك، المفترض الفيصل في مثل هذه القضايا حاجه اسمها لجان الفحص في مباحث النت. طبعا. لما لجان الفحص في مباحث النت تيجي تقول لما فحصنا الخط الهاتف بتاع الطالب لم نجد سمه رساله. انا بس عشان يعني احدد مع حضرتك من البدايه، ولك مطلق الحريه. احنا لما بنقول انه لما سالت حضرتك هل تطاول، لانه ده الكلام اللي ذكره راشفورد، يعني راشفورد ده اللي بنسمعه فحضرتك انت بترد بقى عن ما قيل من قبل راشفورد. ما انا جاي لحضرتك فضل. واحده واحده كده عشان نفهم حتى الساده الجمهور مع حضرتك القضيه دي ماشيه ازاي. تمام. لما انا النهارده بتعرض لسب، بتقدم بشكوى الى مباحث النت. تمام. مباحث النت تحيل الامر بعد كده للنيابه العامه، النيابه العامه بتطلب تقرير من لجنه الفحص. يقولوا بالفعل ان الطالب ده لما فحصنا خط التليفون بتاعه وجدنا عليه رسائل ام لا. لما فحصوا حضرتك في القضيه، في القضيه المشهوره براشفورد، قالوا ان احنا لما فحصنا الخط الهاتف الخاص بالمتهم لم نجد ثمه رساله واحده، وان السكرين شوت مقدم من قبل وكلاء راشفورد على مسؤوليتهم الشخصيه. طيب خلينا نفسرها، يعني هم قالوا هنا ان هم لم يجدوا اي تطاول او اي شيء، ولكن راشفورد بيقول انه على صفحته اتهموا بحاجات عنصريه واشياء وبلونه والكلام ده، يعني الكلام ده جابه منين راشفورد؟ الكلام ده يعني طبعا منبع الكلام ده منين يسال عنه وكلاء راشفورد. لكن انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو ما فيش الا محمد عصام في جمهوريه مصر العربيه؟ واحد؟ لا طبعا، في كتير. صحيح. وبعدين النهارده حضرتك في اختراق للحساب، وفي ان ممكن تليفون يكون متوصل بواي فاي وحد يدخل على الرقم ويجيب، يعني شغلانه كبيره جدا في موضوع جرائم النت دي، ولذلك انا تحدثت كثيرا عن ان وسائل الاثبات فيها قاصره جدا وما هياش دليل اطلاقا على انه كل واحد حد يقول له ده انت شتمتني من على الموقع بتاعك يقول انا. دي مساله عايزه ترتيب وعايزه يعني تشريع اخر عشان يكون في ضمانه، لان في ناس بتظلم كتير جدا. طب يعني هل هنا في لبس؟ هل ممكن يكون في خطا؟ هل ممكن يكون في احد تاني ومش الطالب ده؟ هي احد كان، ولكن أنا يعني انا سمعت كمان ان الطالب ده من محبي راشفورد وبيتابعه طول الوقت، وهو مانشستراوي زي ما بنقول، يعني فيعني ايه اللي حصل؟ هل تعلمي ان الطالب منشور على صفحته كان يدعم الاغنيه الامريكيه اللي كانت بتقول لا للعنصريه ونشرها، كان في كام؟ في 13/1/2021. طب الدعوه مقدمه امتى؟ او الشكوى مقدمه امتى؟ في 30/1/2021. يعني انا نشرت ودعمت وبقول لا للعنصريه في 13/1. يا جماعه الكلام ده كله موثق موجود على النت ومنشور. فهاجي انا اشتم وانا من ضمن عشاق مانشستر واكيد من ضمن عشاق اللاعب؟ لا، الكلام ده مش موجود. وبعدين في حاجه عايز اقول لحضرتك عليها، لما ترى النيابه العامه ان الاوراق قد خلت من الدليل وتصدر امرا فيه بألا وجه، نقول ايه؟ هل لنا ان نتحدث في مثل الاتهام بعد قرار النيابه العامه؟ لا اطلاقا. يعني اذا النيابه العامه هي رات انه لا يوجد دليل او اثبات على طالب الشرقيه. مين اللي يقول الكلام ده؟ ده على فكره الادعاء المباشر محظور بقوه القانون، ولا يجوز للشخص ان يتقدم بدعوه مباشره بعدما قامت النيابه بالتقرير بألا وجه، ده اجراءات كلها مخالفه للقانون، اجراءات. لكن لما الطالب يكون محب للنادي ده عاشق، ده على فكره من ضمن الرابطه، رابطه مشجعي راشفورد، انا بستعجب
مانشستر انا بستعجب للي اتقال من ناحيه راشفورد. هل يعني المحامين ولا الموكلين عنه هل اقتنعوا بهذا الكلام وصدقوا بانها مجرد ملابسات؟ لا مش عايزين يقتنعوا، مش عايزين يقتنعوا. احنا عندنا ادله يا جماعه. الاتهام لازم يقوم على دليل. الكلام ما يبقاش اعتباطا، ما يتقالش كده. لازم انا عشان اوجه اتهامي لفلان. طب انت من قبلك بقى هترفع تعويض؟ يعني هتطالب بتعويض لهذا الطالب؟ ده اكيد، لان الطالب على فكره في خمسه علاج طبيعي، وتاثر تاثر وانزعج انزعاج شديد جدا الفتره الاخيره دي، لانه الصحافه العالميه بتتكلم والصحافه الاقليميه بتتكلم وكل بس الناس. عارف ليه يا استاذ سيد؟ برضو خلينا نقول اكيد احنا يعني اكيد قلبا وقالبا يعني مع طالبنا ومع ابننا المصري. نعم. ونتمنى انه ما يكونش في اي عنصريه تجاه اي حد إطلاقاً. سواء محليا او عالميا، ولكن نعم. هي فكره انه حقيقي السوشيال ميديا بقى فيها تنمر أكيد. وتحرش وكلام أكيد. فالواحد الحقيقه ما بقاش قادر يعرف مين الصح من الغلط، لكن اكيد لا احد يدان طالما ما فيش عليه اتهامات. طيب رقم التعويض كام؟ يعني برضو ادينا فكره في هذه الحالات رقم التعويض بيبقى ايه؟ ده بم هنبحثه فيما بعد لما ان شاء الله ربنا يكرمنا والقضيه تخلص، هنبحثه فيما بعد، لانه حقيقه انه الاتهام ده كان يمكن ان يتسبب في رسوب الطالب طبعا. سبب لي ازمه نفسيه كبيره جدا هو العائله طبعا. كلها، لانه النهارده يا جماعه اللي بقضيه لاعب اجنبي، لاعب محترف، لا ولاعب من اشهر لاعبي العالم يعني. يعني خلي بس سعادتك، فالامر بقى بالنسبه له يعني كان مزعج جدا جدا وقلق شديد. طيب هل تم مثلا حد من المحاميين عن راشفورد التقوا بيكوا، التقوا بالطالب بشكل شخصي او حصل تواصل من اي نوع؟ لا اطلاقا مفيش اي تواصل. لا اطلاقا. طيب يعني اذا ما زال الموضوع قائم، نتمنى طبعا ان ما يكونش في اي اتهام لهذا الطالب، ونتمنى بجد انه يعني يكون في كده. موضوع السوشيال ميديا ده بقى مزعج. خليني اشكر الاول استاذ سيد سلامه محامي طالب الشرقيه المتهم في قضيه اهانه راشفورد، وخليني ارجع واقول لكم بجد اذا كان هناك زي ما سمعنا القانون المصري بيحمي بانه اي تطاول او اي سب او اي تنمر او اي يعني شتيمه او اي بلطجه، احيانا تحس ان في ناس بقت بتبلطج على الناس حتى على السوشيال ميديا، فاعتقد انه الناس لما تروح وتحاول تاخد حقها وعتاد الناس هذه الطريقه، والقاضي كمان من كثره هذه الحالات اللي زي ما عرفنا من الشكل القانوني من سنتين الى اربع سنوات طبقا يعني للحاله عامله ازاي وتغليظ العقوبه ازاي، هيكون الحقيقه في ردع. احيانا القانون خلق لكي يحمينا إذا كانت هناك نفوس مريضة قد تؤذي المجتمع بهذه الأضرار النفسية، لأنه أحيانا أنت يعني الناس دي ما بتبقاش قادرة تواجه، بيبقى عندها خلل أو يبقى في تفكير أو يبقى في دماغ كده. فإذا كان كل ده حاصل فإذا القانون هو الفيصل لحماية المجتمع. طيب